نحن الان نتواجد في المدخل الجنوب الغربي ديال الدار البيضاء، وفي الحقيقه يعني المسؤولين يعني خدرونا بهذا الاسم، لانه لا يسمى المدخل الجنوب الغربي ديال الدار البيضاء، انا اسميه مدخل الموت ومدخل الى الاخره. هنا اللي جا في هذا الرون بوان هذا كياخذ انتيكي ديال الي سامبل الاخره، ما كيعاودش يرجع. علاش؟ حيث هنا كيوقعوا لي زاكسيدون مورتيل، كل نهار تقريبا كيوقعوا لي زاكسيدون، ومن سخريه الاقدار ان هذا الرون بوان ديال الموت كاين في طريق الرحمه، وحنا كنعرفوا الرحمه فيها المقبره الثانيه الكبيره ديال الدار البيضاء، لان الدار البيضاء فيها جوج مقابر، كاينه مقبره العظم او الغفران كيف كنقولوا، وكاينه مقبره الرحمه، وهاد جوج مقابر في النهار كيتدفن فيهم تقريبا ما بين 56 58 واحد في النهار، والنص ديال هاد 56 او 58 كيتدفن في مدينه الرحمه او في المقبره ديال الرحمه، والنص ديال هاد الناس اللي كيدفنوا في مقبره الرحمه كيموت هنا، كيمشي مكفن من طروبيلته نيشان مقبره الرحمه. والافظع هو انني الان كنتواجد في الحدود ما بين عماله الدار البيضاء وما بين عماله اقليم النواصر، كل مسؤول تيتقاد في المسؤوليه، مول الدار البيضاء كيقول لك انا ما سوقيش هذه تابعه للنواصر هما اللي خصهم يصيبوها، مول النواصر كيقول لك انا ما سوقيش هذه تابعه للدار البيضاء هي اللي خصها تصيبها، ولكن انا مالي، انا كمواطن كنخلص الضرائب ديالي، انا مالي انا كمواطن كنخلص لافينيات ديالي باش نسوق في واحد لو كونفور وسط الطريق، ويا حسره في لوطوروت يعني لا روكاد سيد، وللاسف الشديد عوض ما نلقى لو كونفور في الطريق تلقى راسي مخلص تيكي باش ناخذ الي سامبل الاخيره، والمسؤولين دايريني ساندويتش كيضحكوا علينا. انا كمواطنين هاد شعار ويخصو يتحقق عليه الحل. صحيح المهندسين في الاول اللي صايبوا هاد النقطه السوداء ما داروش مجموعه ديال الاحتياطات ديالهم، ولكن في جميع دول العالم كيوقعوا اخطاء، ولكن كيتدخل يعني المسؤول باش كيدير لي كوريكسيون. هنا ما عمرنا شفنا وزاره تجهيز التحركات، ما عمرنا شفنا الوكاله الوطنيه للوقايه من الحوادث التحركات، ما عمرنا شفنا الولايه ديال الدار البيضاء التحركات، ما عمرنا شفنا الجهه التحركات. اذا هاد المسؤولين وهاد السكان اللي ساكنين هنا وهاد العمال اللي خدامين في هاد المنطقه، حنا كنعرفوا الان هاد الحوض الغربي او الجنوب الغربي خدامه فيه ما بين الساسفه وما بين سيدي معروف خدامه فيه تقريبا 70,000 ديال الناس. تخيلوا معي الالاف ديال السيارات، الالاف ديال الكاميوات اللي كيدوزوا من هنا بور ديسيرفير باقي التراب الوطني، غادي خارج يعني ماشي باش يمشي يخدم، ولكن غادي خارج كيشاهد كيقول اللهم انني التمس منك اللطف والرحمه حتى لا اموت في هذا الرون بوان ديال 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 لا روكاد سيد او الرون بوان ديال ديال الموت. نتمنوا من المسؤولين باش يكفروا على هذه الجرائم ديالهم، هو ان هاد الناس اللي ماتوا خير عزاء لهم هو انهم يتدخلوا من غدا يصيفطوا لجان تقنيه لاصلاح هذه الجريمه العمرانيه اللي كتسبب في ازهاق الارواح ديال الناس كل نهار.